السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا حبيبنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى عن بشرى لك بالنصر القريب العاجل، ألا إن نصر الله قريب. من هذه الرؤية التي تدلل على النصر القريب العاجل يا حبيبنا الكرام هو رؤية السلاح. السلاح ده ممكن يكون بندقية، ممكن يكون مسدس أو طبنجة، ممكن يكون السلاح ده سيف في الرؤية كذلك يدلل على النصر، وممكن أقل قليل أن يكون السلاح ده سكينة. فكل هذه الرؤى والرموز تدلل على النصر القريب للرائي بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك لو أنت شفت في المنام عبد الناصر أو نصر أو نصر الله في المنام، فهذه الشخوص أو هذه الأشخاص تدل في المنام على النصر للرائي العاجل بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. التكبير في المنام، إن أنت بتكبر الله أكبر الله أكبر، فهي علامة النصر كذلك في المنام. ينصرك ربنا عز وجل في القريب العاجل جدا. كذلك من هذه الرؤية يا أحبابنا الكرام رؤية المحامي، فربنا عز وجل بيقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ده هيجي لك الدافع بقى والنصر القريب العاجل من عند ربنا سبحانه تبارك وتعالى. كمان لو أنت في عداء بينك وبين راجل وشفته في المنام قصير وأنت طويل، يدل ذلك على النصر. طب لو أنت معادي مجموعة من الناس وشفتهم إن هم قليلين وأنت معاك ناس كتير، فده دليل كذلك لك على النصر. دي كانت رؤية النهاردة بتتكلم عن النصر، بشارة بالنصر القريب العاجل. لو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل له لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة تشرب ان يشترك في قناتي، فعد خصيصة الجرس يكتر منك كل حتى يشعر بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.